الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي هنا في الجابون. استاذ طارق برحب بك في البدايه على شاشه قناه الاهلي. اهلا وسهلا ومرحبا بكل المشاهدين وبالقائمين في الاستوديو. الاجواء شايفها ازاي قبل انطلاق مباراه مهمه زي النهارده ما بين الاهلي وبين هو جو كجو في اللحظه اللي احنا فيها الرطوبه عاليه جدا يعني توصل اكثر من 90% تقريبا. فان شاء الله الله يكون في عون اللعيبه ان شاء الله ان هم يقدموا مباراه كويسه. انما الرحله كرحله كمجملها لا الحمد لله هي كانت طويله شويه بس كطيران، انما مجرد ما جينا في كل التعاون سواء من عندنا او من الجانب الجابوني، وفي نفس الوقت كعاده النادي الاهلي كل الامور منضبطه من قبل ما نيجي، سواء في تواصل مع السفاره المصريه هنا ومع سياده السفير احمد بكر عامل شغل عالي جدا، ومجرد ما جينا كل واحد عارف دوره كويس قوي، في نظام يحترم، في الحمد لله جهاز فني على اعلى مستوى ومع لعيبه قادرين ان شاء الله دايما رفع اسم النادي الاهلي. في نفس الوقت دورنا ان احنا بنوفر كل ما هو لازم ان هم يقدروا ان شاء الله يحققوا نتيجه طيبه وان هم يكونوا مستريحين. والحمد لله الجانب كله سواء البعثه كلها سواء الجانب الاعلامي او الجانب الاداري او الجانب التدريبي او اللاعبين كله الحمد لله متعاون في كل حاجه. يعني تتفق معانا العقبات الوحيده هي المناخ وارضيه الملعب يا استاذ طارق؟ بالظبط يعني، وان شاء الله تعدي يعني. ومن الحاجات الجميله الامانه هم بعتوا لنا امبارح المراقب ان هو يتكلم معانا، على مراقب من عند الاتحاد الافريقي بحيث مراقب الماتش نفسه يعني عشان يتاكد ان احنا من سبل الراحه وان احنا الامور ماشيه معانا تمام، ما فيش اي عقبات بالنسبه لنا، كله تمام، حاجه واحده بس لو يقدروا يتحكموا في الجو يعني. فقعد يضحك وقال لي قبل انطلاق بقى المباراه بلحظات توقعاتك للنتيجه ان شاء الله، بس في البدايه برضو عايز اعرف هل اتكلمت مع لعيبه النادي الاهلي، اتكلمت مع الجهاز الفني قبل المباراه دي؟ بص حاجة زي ما برضو ما بأكد، عندنا في النادي الأهلي نظام بيحترم، كل واحد عارف دوره، جهاز فني على أعلى مستوى اللي بيتكلم مع اللعيبة، دوري أنا كرئيس للبعثة إن أنا أتأكد إن كل حاجة ماشية تمام، وأي احتياجات للفريق وللبعثة اللي موجودة نلبيها، ويبقى في تواصل دايما بيني وبين الجانب الجابوني او السفاره المصريه. فالحمد لله كل واحد عارف دوره، ويتلقى التوفيق من عند ربنا النهارده ان شاء الله. تخيل ان شاء الله نكسب؟ ان شاء الله ان شاء الله من عند ربنا ان شاء الله. شكرا استاذ طارق. شكرا. ده كان لقائنا مع استاذ طارق اندين، طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق هنا في ليبرافيل في الجابون، قبل لحظات خلاص من انطلاق ونزول فريقي النادي الاهلي ومنانا لارضيه الملعب. لكن زي ما انت شايف كده كابتن فاروق، عدد الجماهير قليل جدا، ما فيش تقريبا جمهور، يعني عدد قليل جدا من جمهور فريق منانا، في المقابل في حوالي من 10 15 واحد من جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله هيأجر الفريق معموله بقى لها 3 ايام انتصار جديد مع بدايه بطوله دوري ابطال افريقيا، وتكون دافع قوي ان شاء الله لاستكمال هذا المشوار الافريقي الطويل سعيا نحو عوده هذه البطوله دي لبطوله النادي الاهلي. حضر